كاذب شنو منافق. لكن هذا النفاق لأن طبيعة الإنسان لا تتعدد كما ثبت في علم النفس وفي علم الاجتماع بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. طبيعة الإنسان ما تتعدد، فإذا الإنسان بدأ الكذب هاي الكذبة بنحو المقتضي وبتعبير آخر هي علة معدة لكذبة ثانية، بدأ مسيرة النفاق، يعني دخل في نفق النفاق. النفاق يعني شنو؟ يعني أن يظهر غير ما يضمر، حسب تعبير المعجم إخفاء الشيء وإغماضه، أخفى في كذبه يخفي الواقع. ليس بطبيب ويقول أنا طبيب، ليس بمرجع تقليد أو مجتهد أو مدرس بالمستوى يعني ويقول أنا كذلك، ليس كفوءا للإدارة ويقول أنا كفوء وينصب نفسه منصب ذلك. الكذب في الواقع هو مفتاح للنفاق، لأنه يبدأ مسيرة النفاق الإنسان من كذبة واحدة بسيطة بيضاء، وإن لم يترتب عليها ظاهرا أي فساد. ولذا نحن لنا نقاش موضوعي مع بعض الأعلام في ذلك البحث، أنه ما عندنا كذب يخلو من الفساد، حتى تلك الكذبة البريئة في الواقع هي تتضمن تستبطن بتعبير أدق تستلزم فسادا ولو بالواسطة. ولذلك فإن الكذب مردوع عنه شرعا إلى أبعد الحدود. ولذا نشوف هذه الروايات ونشوف الآية، الآن نفسر الآية الشريفة. فأعقبهم نفاقا، هاي الآية صريحة أو كالصريحة في المقدمة الثانية التي ذكرناها وأشارت لها الروايات أن الكذب هو بوابة النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. إذن العالمان لم يتطابقا، عالم الوعد وعالم التنفيذ وعالم العمل، وبما كانوا يكذبون. فالكذب هو سبب للنفاق. نعم الكذب على درجات، والكذب على أنواع، والعلل المعدة من أنواع الكذب ومصادقه كثيرة. أحيانا كذبة واحدة تليها كذبة 500 كذبة طولية إلى أن توصله للنفاق الذي يجره إلى الدرك الأسفل. لا نقول كل كذب يجر الإنسان للدرك الأسفل، بل نقول هي علة معدة. فالكذبة الأولى كذبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة سيئة تأخذ بعنق سيئة ثانية فثالثة فرابعة فخامسة، فيصل إلى ما لا تحمد عقباه. إذن بذلك نكرر بعض الروايات من جديد، تأملوا فيها، وأيضا يفتح منها باب فقهي يبحث في محله. لكن الآن نبحث القضية من زاوية أخلاقية عامة ومن وجهة نظر سر سقوط الأمم ونهوض الأمم. أنتوا هاي المشكلة عالجوها في الأمة، يعني الأمة تكون أمة ذات شفافية لا يكون فيها التواء وكذب وتدليس، تشوفون الأمة كلها راح تزدهر. لأن الطفل إذا لم يكذب على أمه سيلتزم بأن يدرس جيدا، بأن يفعل كذا، العامل رب العمل المدرس والتلميذ، إذا التزم الكل بالشفافية بأن لا يكذبوا الأمة ستنهض أي نهوض. ولذا يظهر لنا مرة ثانية السر في كلام الإمام عليه السلام، إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب. لأن الشراب بذاته لا يجر للنفاق، أما الكذب يجر للنفاق. الكذب هو خراب الإيمان، فيستدعي ماذا؟ يستدعي النفاق اللي هو المضاد للإيمان. لا سوءة أسوأ من الكذب، لأنه يجر في علله البعيدة إلى النفاق الذي يجر إلى الدرك الأسفل من النار. وأيضا جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. Mm-hmm.